مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لاحظتم نظر المباشر من قصر الديمقراطية لاستجواب وزيري الأمن العام والهجرة ووزير العدل تأخرت هذه النشرة والتي أبدأ بافتتاح هذا الأسبوع والزميل السيمي حسن الحلو. السادة والسيدات، طبتم وطابت أوقاتكم. جماعة بوكو حرام المسلحة في نيجيريا والتي رأت النور في يناير كانون الثاني عام 2002 ما زالت تعيث فسادا في الأرض، وذلك بعد هجومها الأسبوع الماضي على مركز إداري كايجا كينجيرا بإقليم بحيرة تشاد. وكالمعتاد لقنت قوات الدفاع والأمن المتمركزة هناك، لقنت عناصر هذه الجماعة الهوجاء درسا لم ينسى في الشجاعة والإقدام، وذلك بعد ردع قوي وتمشيط ومتابعة لفلول الهاربين من هذه الطغمة الإرهابية. هذا وفي ذات السياق يقول بعض المراقبين إن تنظيم بوكو حرام بدأ ينحدر باتجاه النهاية، في حين أن البعض الآخر من المراقبين يقول من المبكر لأوانه الجزم بنهاية هذا التنظيم الإرهابي الذي تسبب في أزمة إنسانية لا سابق لها في المنطقة. ونشير إلى أن الهجوم السافر على مركز إداري كايجا كينجيرا سيرفع من معنويات وهمة أفراد قواتنا المرابطة في البحيرة للذود عن حياض الوطن ومواطنيه ودك معاقل المجرمين المستترين والمستهترين بالدين والسهر على تأمين آلاف اللاجئين الفارين من دول الجوار جراء ويلات ومجازر بوكو حرام. وقد وجد هؤلاء أي اللاجئين ملاذا آمنا لهم في تشاد التي تمتاز بحماية الضعيف المقهور وإطعام الجائع وتأمين الخائف الملهوف. وفي هذا المقام أيضا نحث المواطنين على ضرورة الحذر واليغظة ومساعدة الجهات الأمنية وإبلاغها في حالة وجود أي شبهة ما، وذلك لكشف المخربين والمجرمين من جماعة بوكو حرام التي تعد أعمالها منافية لكل القوانين السماوية والإنسانية. وبالتالي فإن مكافحتها بكل الوسائل تعتبر مشروعة. وعليه ومن هذا المنبر ندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة التشادية في مجال مكافحة الإرهاب وإظهار نية التنسيق الجاد مع دول المنطقة لتجفيف مصادر تمويل نشاطات بوكو حرام وسد ممرات الإمداد والتزود بالأسلحة من أجل إجبار هذه الجماعة الإرهابية على الاستسلام والإطمحلال. ويبدو أن المجموعة الدولية وخاصة الأمم المتحدة يعنيها هذا الأمر باعتبارها الراعية الأولى للأمن والسلام الدوليين في العالم. ومن هذا المنطلق فإن سكان دول بحيرة تشاد الذين تأذوا من الأعمال البربرية واللا إنسانية لجماعة بوكو حرام من حقهم أن ينعموا بالسلم والطمأنينة كبقية سكان المعمورة. وبالتالي ينبغي على المنظمة الأممية النظر إليهم بعين الرأفة والرحمة وأن تعمل على نشر الأمن والسلام في هذا الجزء المهم جدا من القارة الإفريقية. وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بإذنه تعالى.